طيب هنيجي نرجع تاني للشأن المحلي، وعندنا مراسلتنا لميس سلامة موجودة في شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر. طبعا أنا بشكر السفير عمرو رمضان على هذه المداخلة وهذه التصريحات، علشان احنا يهمنا ان احنا نعرف الأخبار من مصادرها. لميس بتشوف تجربة تخصيص شارع أو حارة للميكروباص ولأتوبيسات النقل العام. مش عارف هو التجربة دي نجحت لغاية دلوقتي يا لميس، ولا انت يا ترى شايفة ايه؟ مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز. يعني يمكن من فترة قريبة جدا كان الشارع أو الحارة دي مغلقة تماما، لأنها كانت مخصصة زمان لمترو مدينة نصر، لكن دلوقتي الحارة دي بقت مخصصة لأتوبيسات النقل العام. لحد دلوقتي الأتوبيسات ملتزمة جدا، الناس بتركب الأتوبيسات من المحطات الرسمية المحددة ليها، والعربية أو أي حد حتى الموتوسيكلات اللي بتمشي من جوه يعني بيحصل معاها كلام وبيتسحب رخصة وبيبقى فيه مشاكل. ولكن الحارة دي ضيوفي شايفينها ازاي؟ انا هبتدي باستاذ رمضان اللي ليه وجهة نظر. شفت حضرتك الحارة دي ازاي؟ والله هو الفكرة نفسها جيدة ممتازة، وكون يبقى فيه نظام او ترتيب ده برضو بيعتبر وضع ممتاز جدا، تمام؟ انما كون ان انا اطبقها بالطريقة ان هي تبقى في الوسط ليها مخاطر كتيرة، يعني لازم تكون على الجناب، يعني زي بقية الشوارع، زي بقية الدنيا كلها. مش معقولة اللي راكب الباص يحب يركبه بيضطر يعدي طريقين عشان يعرف يركب، ولما ينزل كذلك، فبالتالي أنا بعرضه للمخاطر. الشيء الثاني إن أنا ضيقت، يعني وسعت الشارع وضيقته في نفس الوقت. وسعت الشارع إن أنا فعلا استغليت الجزء في الوسط، ولكن برضو ضيقته وخليته زي مكان اللي على اليمين برضو حارته زي ما هي، واللي على الشمال حارته زي ما هي، تمام؟ غير كده المفارق عايزه تتعالج برضو، المفارق والاشارات لازم تتعالج، لازم يكون السياره اللي رايحه مفرق رايحه في مكان فاضي، ما يكونش في تكدس فيه عشان امشي الاشاره مظبوط، تمام؟ غير كده ان يعني طالما في فكر وفي تطوير وفي اماكن فيها الطريق نفسه جيد لان ما فيش تكدس فيه، وفي اماكن فيها تكدس عايزه تتعالج بصوره جيده، تمام؟ ف يعني لو في تطوير في الفكر نفسه يبقى ممتاز، بالتالي انا هستغل اللي انا عملته، لكن بالوضع اللي احنا شايفينه ده بيعتبر برضو ما زالت المشكله موجوده والتكدس موجود، تمام؟ حليت الشكل ولقيت الشكل كله حلو، ولكن برضو ما زلت متكدس. انا من سكان المنطقه وشغلي في المنطقه، ومع ذلك بعاني نفس المعاناه اللي كانت موجوده الاول، تمام؟ اتفضلي. يعني حضرتك مع وضد في نفس الوقت؟ أيوة، أنا مع التطوير والنظام والترتيب، ولكن ضد في بعض النقاط السلبية اللي موجودة. هنتقل لحضرتك يا أستاذ رامز، حضرتك بتشوف الحارة الجديدة دي إزاي؟ خاصة أن هي منظر جديد أول مرة بيطبق في مصر وأول مرة بنشوفه. هي حضرتك كناحية جمالية هي ممتازة جدا، يعني بصراحة أنا شايفها أنها كويسة جدا وبتساعد في التطوير الحضاري، وخصوصا أنها فصلت اللي هي النقل العام عن الملاكة والميكروباص. بس في نقط كده مهمة لازم الواحد يعني ناخد باله منها. أول حاجة إحنا عندنا المحاور اللي هي التقاطعات ما بين شارع حسن المأمون، مكرم عبيد، عباس العقاد، وشارع الطيران. بنلاقي في التقاطعات دي كلها زحمة، يعني العربية كان أو أي سيارة كانت بتاخد ريتيرن في الشارع وترجع تاني تلف، دلوقتي بتضطر إنها تقف ما بين 10 دقايق ل 13 دقيقة في إشارة مرية عشان تعدي الناحية التانية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المفروض إن أنت حضرتك عامل كنقل عام، وسيلة نقل عام تكون مريحة مستقبلا. أنت حضرتك دلوقتي المشاة، يعني عشان واحد يجي يركب أتوبيس النقل العام بيضطر إن هو يعدي الشارع، سواء معاه أطفال، معاه شيوخ، مع عواجيز، بيعدي الشارع عشان يركب الاتوبيس، وبعد كده لما يجي ينزل يعدي برضو الناحية التانية. قصدي حضرتك ان الوقت اصبح فيه اربع حارات بيعديهم. طبعا اربع حارات عشان يعدي. نفترض سي انا عايز رايح اتجاه الناحية التانية، والراكب هنا هيعدي اول حارة والحارة الوسطانية والثالثة عشان يقدر يركب ويروح اتجاه. بس احنا يعني احنا مع التطوير، وخصوصا الحمد لله انه كان في مجهود جبار،
بس دلوقتي احنا عندنا نقطة واحدة نقدر نتكلم فيها، احنا حلينا موضوع النقل العام، وبيتهيألي ان انت كده بترفع من كفاءة وسائل النقل العام. بس عايز ابص الناحية التانية بلاقي برضو نفس المشكلة، انا عندي باركن برضو الناحية التانية بلاقي عربيتين وثلاثة صف تاني وتالت. يعني نعالج المشكلة كلها الأول بشكل عام. بشكر حضرتك يا أستاذ رامز، شكرا يا أستاذ رمضان. زي ما حضرتك سمعت يا أستاذ معتز، فكرة جديدة يمكن نايلة إعجاب الناس، ولكن هم شايفين إنها لازم تتطبق يمكن بشكل تاني. طب لميس أنا عايز أسألك الحقيقة، وأنت بتكلمي ضيوفك سواء رمضان أو سواء رامز، يعني لو في فكر جديد وحد بيحاول إن هو يعني يطبق معايير جديدة في مسألة التخطيط للشوارع أو مسألة أي فكرة تساعد على توفير السيولة في المرور أو تنظيم المحطات علشان الناس تعرف تركب منين وما إلى ذلك، ليه الناس عندها مقاومة للفكر الجديد؟ يعني ليه مش حاسس في كلامهم إن هم يعني مش حكاية إن هم مبسوطين بالفكرة، إنما حاسس إن هم يعني مش هين عليهم ان هم يقولوا تعالوا ندي فرصة للفكر الجديد ده لعل وعسى نشوف تطور في الامور؟ والله يا استاذ معتز يمكن فعلا الناس معجبة زي ما قلت لحضرتك بالفكرة، ولكن يمكن عشان هم عايشين في الشارع فيمكن بيشوفوا يعني او بيحسوا بمساوئ الافكار. ولكن برضو انا هسأل استاذ رمضان نفس سؤال حضرتك استاذ معتز بيسألك، يعني ليه ما بنشوفش الجانب الايجابي من الافكار؟ ليه بنشوف يعني مساوئه مثلا، او ليه ما بنشوفش ان الشارع فتحوه او عملوه مخصوص للاوتوبيسات زي ما بيحصل بره؟ شوف عايزك، احنا طبعا شايفين المحاسن وشايفين المجهود اللي اتعمل، فنفسنا المجهود اللي كان يتعمل ده يديني نتيجه 100%، عشان صرفت كتير وعملت مجهود وعملت افكار كويسه، فبالتالي انا مستني منه نتيجه. انا ليه بالحل؟ ليه بالنتيجه؟ عمل كام في الميه من النتيجه؟ عمل لي 20% انا مش مقتنع، عمل لي 80% ابقى مقتنع، لكن ما حلليش حتى 50% يبقى انا استفدت ايه؟ لازم يعمل لي على الاقل 80% من الحل عشان اقدر اقول والله انا استفدت باللي انت عملته. تمام؟ عفوا. يعني المواطن يا استاذ معتز عايز طالما بيتقدم له خدمه تتقدم له خدمه كامله يكون مقتنع بيها باختصار. تمام، ربنا يسهل، الكمال لله وحده. انا بشكرك وبشكر ضيوفك لميس سلامه من شارع مصطفى النحاس في مدينه نصر.